السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي على قناة وصفات أم آدم وكريم. كنتمنىكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو. فاليوم غدا نحضر معكم حلوة أولا دوزتاي اللي ساهلة وسريعة في التحضير، ما غاديش نستعملوا فيها البيض بدون طابع ولا حتى شي حاجة، وكتجي أكثر من رائعة، كتجي هشيشة بزاف وكتذوب في الفم والمذاق ديالها كيجي بنين بزاف. إن شاء الله إلا جربتوها غادي تعاودوا تحضروها مرة أخرى. فما تنساوش ليا كيف العادة اللايك للتشجيع. ندوز معكم مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. فبسم الله على بركة الله، غدا نحتاج هنا 125 غرام ديال الزبدة اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ. ممكن تستعملوا أي نوع ديال الزبدة، سواء الزبدة الحيوانية أو ديال العبار. أنا هنا استعملت الزبدة ديال البواطة، أهم حاجة تكون بدرجة حرارة المطبخ باش ما تعذبكمش في الخدمة. عندي كأس إلا ربع ديال السكر كلاسي أو السكر بودرة، كأس إلا ربع ديال زيت المائدة أو الزيت النباتي. عندي هنايا النكهه ديال البرتقال اللي ممكن تعوضوها بالقشره ديال البرتقال الا ما توفرش عندكم هاد النكهه، يعني الغرض ديالنا هو انها تنكه لينا هاد الحلوه هادي. كما قلت لكم تعوضوها بالقشره ديال البرتقال راه كتعطي نفس النتيجه. عندي علبه ديال الياغورت بنكهه الفانيليا من وزن 125 غرام، كيس ديال سكر فانيليا، وملعقه صغيره ديال خميره الحلويات اولا البيكنج باودر ما يعادل الكيس ديال 8 غرام. انا هاد الكيس هذا عندي فيه 15 غرام فغدا نستعمل نصف الكميه ديالو. عندي الدقيق على حسب الخليط، وبطبيعه الحال ارشيشه ديال الملحه باش كتصحح لنا الذوق. فكنجيب هنا هذيك الزبده اللي كما قلت لكم تكون بدرجه حراره المطبخ باش ما تعذبكمش في الخدمه. ضفت عليها الكاس الا ربع ديال السكر كلاصي ولا السكر بودره مع الكيس ديال السكر فانيليا، وهذيك الرشيشه ديال الملحه باش كما قلت لكم الحلوه ديالنا كتجينا بنينه. صافي غدا نخدم هنايا هذوك المكونات مزيان بايديا حتى كنحصل على واحد القوام اللي كيكون كريمي. صافي هنا من بعد ما خدمت مزيان هذيك الزبده وتنحصل عليها بهذا الشكل هذا، غادي نضيف ليها باقي المكونات واللي هي كاس الا ربع ديال زيت المائده او الزيت النباتي، والعلبه ديال الياغورت بنكهه الفانيليا. فهاد العلبه ديال الياغورت هي اللي كتخلي لنا الحلوه ديالنا كتجينا هشيشه بزاف، لانه كما قلت لكم بدايه الفيديو ما غاديش نستعملوا البيض، وهاد الياغورت كيخلي الحلوه ديالنا كتجي هشيشه بزاف وبنينه ومن السما. كنضيف واحد رص معلقه ديال نكهه البرتقال اللي كما قلت لكم تعوضوها بالقشر ديال البرتقال محكوك. وكنعاود مره اخرى بالطراب اليدوي تنخدم مزيان هذوك المكونات مع بعضهم حتى كينسجموا. ودابا غدا نبدا في اضافه الدقيق. فعندي هنايا الدقيق من الاحسن يكون نوعيه جيده باش كتعطيكم نتيجه اللي كتجي ناجحه، فغدا نبقى كنضيف فيه شويه بشويه. من بعد هنا غادي نضيف هذيك الملعقه الصغيره ديال خميره الحلويات اولا البيكنج باودر، كما قلت لكم ما يعادل واحد الكيس ديال 8 غرام. وتنعاود مره اخرى هنا نخلط بالطراب اليدوي حتى كينسجموا المكونات مع بعضهم. فهنا غدا نعاود نزيد الدقيق لان الكميه كانت عندي ما كفاتنيش، وغدا نخدم هكا بايديا باش كنتحكم مزيان يعني في الخليط. فكيف ما قلت لكم كتبقاو تضيفوا في الدقيق شويه بشويه حتى كيتجمع لكم الخليط والقوام ديالو ما يكونش قاسح بزاف. خليو العجين ديالكم يكون شويه مرخوب بهذا الشكل هذا باش كتجيكم الحلوه ديالكم هشيشه ورطبه. الا قسحتوا لها العجينه فراه غادي تجيكم قاسحه بزاف. كما قلت لكم خليو العجين ديالكم يكون شويه طري. صافي من بعد ما جمعت هذاك العجين فكنجيب الطاوله اللي كتدخل الفران، فرشت ليها قطعه ديال الورق ديال الفرن، وكنجيب هذيك العجينه وكنبدا كنسرح فيها هكا بايديا باش كنقاد ليها الشكل ديالها. فهنا غنجيب هاد الاداه هذه، ممكن تستعملوا غير هذيك اللي كنهزوا بها البغرير، هذيك عندها الحاشيه يعني مقاده باش كتساعدكم انكم تقادوا الشكل ديال الحلوه ديالكم. فحاولوا انكم الحلوه ما ملي تبداو هكا تقرصوا فيها ما ترققوهاش بزاف عاوتاني، وما تخليوهاش عاوتاني سميكه لانها فيها الخميره ديال الحلوه فراها كتزيد كتنفخ فاش تنديروها في الفران كطيب. وصافي كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنقاد ليها الوجه ديالها مزيان، ما تجيناش جهه طالعه وجهه تكون رقيقه. فكنحاولوا ما امكن ان يعني الجوانب ديالها يكونوا كاملين في نفس السمك. وكنجيب هنا المربى ديال البرتقال، فبما اني درت النكهه ديال البرتقال في العجين فدرت حتى المربى ديال البرتقال من الفوق اللي ممكن تعوضوه بالمربى ديال المشمش. وكنجيب هكا الشيته وكنحاول انني نوزعه مزيان على الوجه ديال الحلوه.
وهنايا من بعد ما قديت مزيان هذاك المربى فكنوزع شويه ديال اللوز كونكاسي اولا الكاوكاو كونكاسي اللي متوفر عندكم بطبيعه الحال، ما يكونش محمر لانه مازال غادي ندخلوها الفران، فما يكونش محمر هكا نحاولوا نوزعوه مزيان على الوجه ديال الحلوه فراه كيعطي منظر وكذلك مذاق اللي كيجي بنين بزاف. من بعد ما وزعت هذاك اللوز كونكاسي على الوجه ديال الحلوه ديالي فغدا نجيب هنايا واحد السكين ونبدا كنقطع فيها القطع يكونوا شويه متساويين، فهنا غدا نقطع يعني عيني ميزاني وكيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو ما غادي نستعملوا لا الطابع ولا المرشم غير هكا بالسكين كتبداو تقطعوا الحلوه ديالكم. ملي كنقطع على هاد الجهه فتنقلب الطاوه ونعاود نقطعها على الجهه الاخرى باش كنحصل على حلوه اللي كيكون الشكل ديالها مربع. صافي وغادا ندخلها الفران اللي خاصو يكون سخون من قبل على درجه حراره 170 درجه، كنديروا العافيه تكون متوسطه باش كطيب لينا الحلوه كذلك حتى من الداخل ما تبقاش لينا خضره. فغندخلها كما قلت لكم الفران على 170 درجه، كنشعل عليها في الاول غير من الجهه التحتانيه حتى كيبان ليا بانها بدات كتحمر، عاد كنشعل عليها كذلك من الفوق باش كتحمر لكم من الفوق وكتاخذ هذا اللون اللي كيجي جميل بزاف. من بعد ما كتكون طابت فهنا راني خرجتها من الفران وكنعاود مره اخرى نجيب السكين ونقطعها هذوك القطع اللي يعني اللي فاش قطعناها في الاول قبل ما ندخلوها الفران فكيبقاو البلايص ديالها باينين، كنجيبو غير هكا السكين وتنقطعوها لانه فاش كندخلوها الفران راه كتزيد كتنفخ لانه فيها الخميره وكتعاود تلصق مع بعضها، فكنجيبو غير السكين وتنعاودو نقطعوها. وهناك خطوة اختيارية فجبت شوية ديال الشكلاط الخاص بالدهن ووضعته في واحد البلاستيك وكنوضع به هكا خطوط كنوع من التزيين، تبقى اختياري ممكن تقدموها غير كيف ما هي. وصافي كيكون هذا هو الشكل ديال الحلوه اللي حضرت معكم اليوم، كتجي رائعه في الشكل وكذلك حتى في المذاق، كتجي منسمه بالنكهه ديال البرتقال اللي تقدروا تعوضوها كذلك حتى بالنكهه ديال الحامض او لا بالقشور ديال الحامض محكوكين، راها كتجي اكثر من رائعه. كنتمنىكم فعلا تجربوها لانها كتستحق التجربه، فسهله في التحضير مقاديرها يعني بسيطه ومتواجده في كل بيت وما كتاخذش لنا بزاف ديال الوقت يعني سريعه في التحضير. هانتوما شوفوا كيفاش كتقطع بسهوله كتذوب في اليد قبل الفم كتجي رطبه بزاف، باش تحتفظوا بها فما عليكم غير انكم تاخذوا واحد البواطه هكا تفرشوا لها ورق ديال المطبخ وتتوضعوا فيها الحلوه ديالكم وتغطيوها مزيان، فمنك يصبح عليها الحال على الحلوه ديالكم كتلقاوها ولات رطب من نهار اللي حضرتوا فيها كتولي رطبه بزاف، واخا في النهار الاول كتكون رطبه لكن ثاني نهار كتكون رطبه بزاف وكتذوب في الفم. فكنتمنى الاقتراح ديال اليوم انه ينال اعجابكم، كيف العاده ما تنساوش ليا اللايك للتشجيع وكذلك تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده على الجميع. شكرا لكم بزاف على المشاهده ونتلاقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ام ادم وكريم. مع السلامه.